السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنلقي نظرة على الفيجوال استوديو. تمام، طيب الفيجوال استوديو هو عبارة عن بيئة بتقدر تبرمج جواها. لو انا قلت له هنا مثلا فايل نيو بروجكت، هيبدأ يجيب لي الشاشة بشكل طويل. تقدر تعمل سيرش على الحاجة انت عايزها، تقدر تختار اللغة اللي انت هتبرمج بيها. تقدر تبرمج بجافا سكريبت، تقدر تبرمج بايثون، تقدر تبرمج جافا، سي بلس بلس، سي شارب. هي سي شارب يعتبر تطوير للسي بلس بلس. هو لو كان في لغة سي وبعد كده سي بلس وبعد كده سي بلس بلس وبعد كده قعد بقى يقول سي بلس 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 بلس، فقال لك احنا هنختصر ونعملها ايه، سي 4 بلس. فلما رسم 4 بلس لغى ايه، قال لك ال 4 بلس دول ممكن يعملوا شكل الشارب، فهنعمل سي شارب. فلو ركزت هتلاقي 4 بلس موجودين. طيب انا هقول له دلوقتي سي شارب. طيب يبقى احنا عندنا في بيئة اسمها فيجوال ستوديو، تمام، دي تقدر تبرمج بيها لغات كتيرة جدا، وعندنا لغة اسمها السي شارب، وتقدر تكتب السي شارب دي على أي مكان. يعني تقدر تكتبها هنا في فيجوال ستوديو، وتقدر تكتبها في النوت باد أو تكست عادي، تقدر تبرمجها في أي مكان، مفيش أي مشكلة خالص. طيب البلاتفورم ممكن تقول له أنا عايز أبرمج الأندرويد، الأي أو إس، لينكس، ويندوز، زي ما أنت عايز، إكس بوكس، زي ما انت عايز، كل ده موجود تقدر تختار منه. وهنا بروجكت تايب، هل انت عايز تبرمج الكلاود، عايز تبرمج اي او تي اللي هي انفورميشن اللي هي برمجه الاشياء سينجز، عايز تبرمج اوفيس سيرفيس تيست ويب، زي ما انت عايز. طيب اغلب الشرح بيبقى على كونسيبت عشان تفهم المفاهيم. بس انا هبرمج او هفتح الويندوز بس نبص بس ايه فكره البرمجة عاملة ازاي، والفكرة ان احنا بنتعامل مع الكود عاملة ازاي. طيب ليه انا مبرمجش جوه الوورد باد وخلاص؟ ايه الميزة ان انا برمج هنا؟ بيديني بعض الحاجات اللي تسهل عليا، زي ان هو يديني تلميحات لو في حاجة في الكود غلط. طيب هنا بيقول لي البروجكت نيم اسمه ايه، اللوكيشن بتاعه، السوليوشن، السوليوشن نيم، الفريم ورك، فتقدر تختار الفريم ورك اللي انت عايزه. كرييت كريت لك حاجه بالشكل دوت. بدايه هو عمل لك الويندوز مباشره. في بعض لغات البرمجه او بعض البيئات اللي ممكن تبرمج فيها بتاخد جهد على ما يبرمج لك الويندوز ديت. تبدا تبرمجها من زيرو، تبدا تعمل اداه للزرار ده والزرار ده والزرار ده. هنا دي بقى الميزه ان انت تشتغل على الفيجوال ستوديو. طيب بتلاقي هنا في فيجوال ستوديو هنا سوليوشن اكسبلورر بيبدأ يعرض لك الفورمز الموجودة أو الويندوز. أد تقدر تضيف أيتم، تقدر تضيف فورم جديد، تقدر تضيف عنصر موجود، تقدر تضيف فولدر، تقدر تقول ويندوز فورم وتستدعي الفورم ده من الفورم دوت وهكذا. هتلاقي ال CS ده اللي هو الملف اللي هو سي شارب وهكذا. تلاقي الملفات فيه حاجات ريفرنس بنشتغل عليها. طيب لو أنا عايز أبرمج حاجة للريفت، لو برمج حاجة ريفت لازم تضيف ريفرنس للملف بتاع ريفت، او تضيف الملفات تعرفه ان انت تعمل مع ريفت. طب ازاي ابرمج جوه ريفت؟ طبعا مش ريفت بس، اي برنامج برامج، ممكن بريمافيرا، ممكن ممكن وورد اكسل. في حاجة اسمها اي بي اي، ان انت بتبرمج او بتضيف ادنس او بتضيف بعض الادوات المساعدة جوه البرنامج. يعني انت لما تدخل على ريفت مش هتغير الزراير الموجودة، مش هتغير مثلا المرسم وقول هترسم ازاي، بس بتضيف زراير تانية تقدر تعمل امكانيات مش موجودة جوه الريفت. يعني انا مش هعمل نفس الزرار، لا هعمل الزرار يفكر بطريقة مختلفة. على سبيل المثال ممكن اعمل زرار تصدير الاسكادولات كلها مرة واحدة على الاكسل مش على الوورد، فممكن اعمل سيلكت كل الاسكادولات تروح مصدرة مرة واحدة، فده هيسهل عليا كتير او في الشغل. طيب البروبرتيز هنا لما تعمل سيلكت هنا بيبدأ يجيب لك الخصائص. على سبيل المثال مثلا الاسم هنا، يعني الاسم فورم 1 عندي حاجتين، في النيم تمام وده الاسم اللي انا بتعامل معاه كبرمجه، وفي تكست ده الاسم اللي هو بيظهر قدامي. فالتكست هنا مكتوب فورم 1، فممكن تسميها ايه، برنامج، تقدر تسميه بالعربي. وهتلاقي خاصيه مهمه قوي اسمها رايت تو ليفت، تقدر تبرمج تخلي الملف بتاعك ان هو يتعامل بالعربي من اليمين للشمال. تمام. طيب ممكن تغير الباك كولر بتاعك، تختار اللون اللي انت عايزه بالشكل دوت وهكذا.
طيب، وهتلاقي مثلا لو انت عندك الزرار بتاع الماكس اللي هو انت تكبر الشاشة على الاخر، ماكسمايز بوكس، هو معمول ترو، ممكن تغيره الفورس. فورس معناه خلاص مش متفاعل معاك، بس لما اخليه كده هتلاقيه متفاعل معاك، متفاعل معاك ان هو يبقى شغال او مش شغال. عايز يظهر في التاسك بار ولا لا؟ فلما يشتغل يظهر في التاسك بار ولا لا؟ عايز تخلي مثلا، يعني في خصائص كتيرة جدا تقدر تتعامل معاها بسهولة. تمام. طيب الستاتس بتاعك يبدأ بين الشاشة ولا تحت خالص ولا في النورمال بتاعه؟ طيب بعد مثلا ما ظبطت الاعداد دي، تعالى ندخل على التول بوكس، هتلاقي كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها، وليكن مثلا البوتون اهوت. انا دلوقتي عايز ادخل ابرمج جواه، ممكن تيجي هنا هتلاقي دي الفندس او الحاجات اللي ممكن تحصل. على سبيل المثال مثلا اكتر حاجة ممكن تحصل هنا هي الكليك. تمام. ممكن تبرمج دبل كليك، ماوس كليك، زي ما انت عايز. هنا ضغطت فقال لي الحدث ده هيحصل لما البوتون يتم الضغط عليه. طيب انا اخليه مثلا يعمل ايه؟ اخليه يظهر لي نافذة. تمام. فهقول له مسج. خلي بالك انا اول ما كتبت الام بدأت تظهر اخطاء هنا. ليه؟ هو منتظر حاجة تحصل معينة، فبيقول لي مثلا المفروض ان الحاجة تخلص اخرها يكون علامة سيمي كولن. تمام. فانا لسه اصلا هحطها في الاخر، بس هو اول ما بيلاقي حاجه بيبدا يقول لي عليها شو. تمام. اوتوماتيك هو بيفهم انا عملت القوسين وعملت كده. تمام. انا هقول له بقى ايه، اظهر لي كلمه هالو وورلد بالقوسين، يبقى دي نص هيظهر زي ما هو، هياخده بدون ما اغير فيه ويظهر معايا. فاقول له ستارت، اضغط هيجيب لي رسالة اسمها هالو وورلد. طبعا في خصائص كتيرة للنافذة دي اقدر اعدل فيها زي ما انا عايز، بس ده كمثال. طبعا لما بتقول له علامة بيبدأ بقى يدخل في الحاجات اللي بعد كده، يبدأ يقول لك مثلا ان هدخل في ان انا هكتب كلمة في عنوان الحاجة مثلا. تمام. طيب وبعد كده ممكن تعمل علامة تانية، فيبدأ يجيب لك الحاجة اللي هتتكتب بعد كده وهكذا، فيبدأ يقول لك مثلا الماكس بوكس بوتوم هيبقى اسمه ايه وهكذا. تختار نوع المسج بوكس، هل هي مثلا تنبيه، تحذير، زي ما انت عايز. طبعا برضو الزرار ده ليه خصائص كتيرة جدا. هتيجي هنا مثلا تختار الباك كلر، هتبدأ تختار مثلا الصورة، تقدر تختار رايت تو ليفت زي ما انت عايز، هتقدر تختار هل هو مفعل ولا لأ. يعني لو هو فولس يبقى انت تيجي تدوس عليه كأن هو مش موجود. ممكن تيجي هنا تقول له مثلا هايد، يعني تعالى نخليه مثلا ايه بوتوم وان وان دوت هايد. تمام. طيب وبعد كده هتدي له العلامتين دول اهوت. طيب معنى كده ان انا اول ما ادوس على الزرار الزرار يختفي، يظهر دي ويختفي دي. تمام. طيب خلينا نخفي السطر بتاع الهايد دوت. طيب انا مش عايز اخفيه، انا عايز اخليه زي تعليق. دوست الشرطتين دول فمعنى كده انه تعليق، يعني لما هيجي ينفذ الاوامر مش هينفذ الامر دوت. طيب خلينا ندخل هنا واقول له مثلا ان عايز هنا تكست. فين التكست؟ لو انت بتدور على حاجه اقول له مثلا عايز تكست. تمام. وخلينا نحط مثلا ليبل. طيب انا عايز لما حد يكتب حاجه هنا يخش في الليبل. طب يكتب حاجه هنا دي ممكن نسميها ايه؟ تكست شينج. اجي هنا على تكست شينج واقول له هنا، اقول له ليبل 1 دوت. تمام. تكست هتساوي، هياخد بقى منين؟ هياخد من تكست بوكس. تكست بوكس طبعا احنا ممكن نختصر، بدل ما تقعد تكتب تكست بوكس 1 تدخل في النيم بتاعه وتديها الاختصار اللي انت عايزه. تمام. طيب ايه اللي هيحصل كده؟ تعالى نشوف. اي حاجه هكتبها هنا هيبدا هو يحطها، ينقلها من هنا وينقلها لتحت.
هياخد من التكست اللي انا قلت له، قلت له الليبل 1 دوت تكست هياخد من التكست بوكس دوت تكست. تمام، ليه قفل وفتح؟ عشان الانتفايرس اللي عندي. اوكي طيب، خلينا نجمع عشان هدف معين. انا دلوقتي عايز اضيف تكست بوكس تاني، اقول له كنترول في، اهو عملت واحد تاني اهوت. تمام، وخلينا نعمل واحد تاني ليفت. طيب انا عايز بقى اوجه هنا وهقول له انت خد الرقم من التكست بوكس 1 لتكست بوكس 2 وحطه في رقم، اجمعهم مع بعض وحطهم في تكست بوكس 3. طيب هنفذ الموضوع ده ازاي؟ ده خالص هقول له هنا ايه، هبدأ اعرف المتغير بقى دبل واسميه تي 1 هتساوي، عايز بقى اقول له ايه، خد الكلام من تكست بوكس 1 دوت تكست. تمام، اه هيرفض. ليه رفض؟ لان التكست بوكس 1 دوت مش نص، ده عباره عن هو عباره عن سترنج وليس رقم، انا عايز احول له الرقم، فانا لازم اقول له تحول الرقم، لان هنا التي 1 ده متغير رقمي، لان انا قلت له دبل، دبل يعني رقم ويقابل كسور. طيب هقول له بقى ايه، هقول له ان انا عايزك تحول لي، فاقول له convert دوت تو دبل، وهبدا احط التكست بوكس 1 ده في اكويست بالشكل ده. طيب اقول له خده كده، وبرده تكست بوكس 2. تمام، يبقى انا كده هو خد تكست 1 وحط تكست 1 حطها في تي 1 وتكست 2 حطها في تي 2، بس على ان هما ارقام. طيب لو انا قلت له بقى ايه، تكست بوكس 3 دوت تكست هتساوي، واقول له بقى ايه، انا عايز تحط لي فيهم اللي هو تي 1 زائد تي 2، فهقول له تي 1 زائد تي 2. طيب دول كده ارقام، فهقول له ايه، تو سترينج، يحول لي دول لنص واحط الاقويس. طب كده ايه اللي حصل؟ جمع هو الرقم اللي هو تي 1 ودي تي 2، طلع له الرقم وليكن مثلا 44، حول ال 44 دي لنص. يعني ايه؟ لما اقول لك العمر رقم 44 ما تنفعش تجمع، يعني خلاص بحولها لرقم. لما اقول لك ايه، التجمع 5 ما ينفعش تجمع، التجمع 5 التجمع العاشر، تقول لي التجمع 15، بقى هو رغم ان هو مثلا يتنسي 5 6 بس هو عباره عن نص، اتعامل معاه ان هو نص. فاقول له ستارت، تمام، واقول له عندي 5 وان 5، واضغط هنا الزرار، قال لي هلو وورلد، وبعد كده راح قايل لي العشرة ديت. تمام، لو انا عايز ان هو ما يعملش موضوع هلو وورلد ديت زي ما شفنا المره اللي فاتت، ممكن اقول له ايه، اعتبرها ده مجرد كومنت كده. الكومنت ده بيتكتب عشان نشرح حاجه معينه. تمام، فاحنا ممكن تعمله تقول له ده كومنت، تمام، بحيث ايه ان هو ما يتعاملش معايا. فزي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط، مش معقد ولا حاجه، وتقدر تحط انت القواعد اللي انت عايزها، تقدر تعمل معادلات زي ما انت عايز. وطبعا لما بتخش في مجال البرمجه فانت بتنقل نقله رهيبه، يعني ممكن تبقى شغال في المجال بتاعك ايا كان المجال بتاعك، وتبرمج انت الحاجه اللي انت عايزها. تمام، تقدر تضيف صوره مثلا هنا، تقدر تضيف اي حاجه انت عايزها، وكل واحده من دول بتقف هنا وتلاقي الخصائص بتاعتها اللي تعدل فيها. يعني ممكن تخلي مثلا ده مالتي لاين، يعني في اكتر من سطر، تمام، فتلاقي الشاشه بتاعته كبرت وتقدر تكتب فيه سطور كتيره. تقدر تخلي مثلا في يعمل زي الوورد راب، يبدا يكمل ويلف حتى لو سطر طويل. تمام، ففي شويه خصائص لكل عنصر، وهتخليك يعني تقدر
بدل ما تقول ايه احنا نفسنا الشركة الفلانية تعمل كذا في الإصدار الجديد، لا انت تقدر تبرمجها وتضيفها بسهولة جدا ان شاء الله. معاكم عمر سليم بمريبيا.